تقديرا لجهودها المتميزة في تطوير جودة وسلامة الخدمات الصحية على المستوى العالمي، حصلت الدكتورة جميلة السلمان استشاري أول في الأمراض المعدية والطب الباطني وطب الشيخوخة الميدالية الدولية من المجلس الأسترالي لمعايير الرعاية الصحية لعام 2021. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكدت الدكتورة جميلة السلمان أن هذا الإنجاز يمثل حافزا ودافعا لبذل المزيد في سبيل مواصلة الارتقاء بالخدمات الطبية خدمة للوطن والمواطن. لم يكن بالإمكان تحقيق أي نوع من هذه الإنجازات إلا لولا تسخير القيادة الرشيدة لكافة الإمكانيات والدعم اللامحدود للإنجاز والإبداع، فهو من دواعي سروري وفخري الحصول على هذا الوسام، ويزداد فخري بتمثيل اسم مملكتنا الغالية في المحافل الدولية والإقليمية والعالمية. فهذه الجائزة تقدم للأفراد الذين هم مساهمات متميزة في تحسين جودة وسلامة الخدمات الصحية في الرعاية الصحية العالمية، وتعتبر وساما مرموقا للتكريم، وهذا إثبات الكوادر البحرينية القادرة على المنافسة والتفوق والإنجاز على المستوى العالمي في مختلف المجالات. ومن دون أدنى الشك فإن هذه الجائزة تمثل حافزا كبيرا لنا ودافعا قويا لمزيد من البدء والعطاء في خدمة الوطن، وتضع فوق أكتافنا مسؤولية أكبر لتقديم أفضل الخدمات الطبية لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين بمستويات علمية عالية، وتشجيع لنا للاستمرار أكثر والجد والاجتهاد لتقديم المزيد والأفضل